اهلا بيك في قناه عالم كوكتيل وطيور الزينه. النهارده هنتكلم عن الجزء الثاني من الربح من تربيه طيور الزينه، وفي نهايه الفيديو هنتكلم او هيكون معانا دراسه جدوى للمشروع ده ومقارنه كده ما بين الربح في تجاره طيور الزينه او في مشروع طيور الزينه اللي انا ممكن اعمله بيه. بسم الله. اول حاجه في التربيه لازم تربي عصفور تكون انت حابه اصلا وحابب شكله. تاني حاجه لازم تختار عصفور يكون مقبول في السوق ويكون له شعبيه ويكون السوق بتاعه شغال. طول ما العصفور دوت شغال في السوق ومطلوب يبقى انت كده ضامن انك تبيع طيورك وبسعر مميز. تاني حاجة او تالت حاجة معايا لازم اتكلم عنها ان انا اربي الطير اللي بحبه واربي الطير في نفس الوقت يكون له شعبية وقابلية ويكون في تطوير شغال عليه، ما اكونش بربي عصفور وسايبه عندي وخلاص بفرخ منه، لان بعد فترة العصفور ده ممكن يقع وسعره يخسرك كتير. طبعا لو بداية اللقعان السوق او بداية التشبع في السوق هتكون انت حاسس بيها وتكون عارف السوق بيحصل ايه، لانك هتكون متواجد باستمرار وهتكون بتبيع وبتفرخ من الطير اللي عندك. في البداية لازم تكون اتفرجت على الفيديو الاولاني وتكون حددت هدفك، هل هو الربح ولا ايه. الفيديو الاولاني مهم جدا لازم نكون اتفرجنا عليه. في الفيديو ده هنتكلم بقى عن انك يكون عندك امكانيات انك تشتغل بيها، ويكون عندك الامكانيات دي امكانيات خاصة بالمكان اللي بتربي فيه، يكون حاجه زي اللي قدامنا ديت كده، مكان يكون كويس، مش لازم يكون مكان كبير، ممكن لو اوضه بس صغيره اربي فيها. ما ينفعش طبعا لو انت عاوز تعمل حاجه للربح ما ينفعش انك تربي في بلكونه، ما ينفعش انك تربي في السلم، دير السلم او مدخل بيت، مدخل عماره، يستبعد انك تربي في سطح يكون مكشوف لان بيكون عليه حراره باستمرار، تقلبات جويه، كبس بيض، لا موت فروخ بسبب السقعه الشديده. فالحاجات دي بنستبعدها، والافضل ان يكون عنده اوضه في شقتي بربي فيها، وده مشروع بسيط اقدر اوفره. طبعا لازم يكون عندي قفص احط فيه الشبابات بتاعتي او اخلي الطيور اللي انا عاوز اعمل لها تصفيه، زي القفص الكبير اللي قدامنا اللي في الركن ده. ده عشان اي العصفور يكون يطير قدامي بحريه، ويكون العصفور نشيط باستمرار، واقدر اقارن ما بين الطيور وبعضها، ويكون صحه العصفور كويسه ويكبر ويكون نمو سليم. كده اتكلمنا عن الامكانيات. في دراسه جدوى هنتكلم عنها، دراسه الجدوى دي هتفرق وهتبين لنا احنا شغالين صح ولا شغالين غلط، وماشيين على خطى ثابته ولا ما بنتقدمش اصلا. دراسه الجدوى ديت هي كالتالي: في البدايه عندنا واحد اسمه عم احمد. عم احمد دوت فرحان بطيوره، عنده ما شاء الله 30 زوج استرالي. ال 30 زوج دول سعرهم او كلفوه 120 جنيه للزوج، يعني اجمالي التكلفه اللي هو كلفها عم احمد ده 3600 جنيه. طبعا التكلفه ديت احنا ما حطناش عليها طبعا ثمن الاقفاص ولا ثمن المكان اللي انا ماجره، على اعتبار ان المكان ده في بيتي طبعا، وما حطناش كمان اهم حاجه اللي هو ثمن الرعايه اللي انا بقدمها لطيري وتكاليف الميه والادويه والحاجات دي. البدايه عندك ان انت لازم تختار طيور تكون مقبوله، انت نفسك كمان تكون حاببها وحابب انك تطور فيها. لكن عم احمد في التربيه بتاعته او في دراسه الجدوى اللي احنا عملناها دي قال لك لا، انا هقفل دماغي من الكلام ده كله، انا مش هطور ولا هعمل اي حاجه، انا كل اللي معايا 30 زوج هقعد افرخ منهم وخلاص، هم ليش دعوه باي حاجه تانية غير كده. هنشوف دلوقتي عم احمد معانا في دراسه الجدوى اللي احنا عملناها دي بيكسب ولا بيخسر، وهل ممكن يكسب اكتر ولا لا. الزوج الواحد تقريبا بيتكلف حوالي 20 جنيه. 20 جنيه متقسمين ما بين الحبوب، الفدارس، البلقم، الفواكه، الغله، البيض بالاقصومات وخلافه اللي انا بقدمه، تمام. طبعا الزوج بينتج مره تقريبا كل 3 شهور تقريبا، يعني الزوج ده تقريبا الواحد هيكلفني 20 جنيه في 3 شهور للزوج الواحد، طب في 30 زوج يكلفوني 1800 جنيه تقريبا. عم احمد قال لك لا، انا هخلي طيوري تشد الحزام على بطنها وتاكل بس ب 1500 جنيه، يعني هوفر 300 جنيه لطيوري. لازم تقف الطيور معايا برضه، يعني مش هيبقى يعني تكلفه واكل على طول هم قاعدين. عم احمد ربنا كرمه 15 زوج عنده انتجهم، كل زوج انتج 4 فروخ، يبقى 4 في 15 في 25 جنيه سعر الزغلول اللي بيتباع من الزوج الاسترالي العادي. يبقى كده الاجمالي المبيعات بتاعته 2000 جنيه، واجمالي التكلفة اللي عليه 1500 جنيه، يعني كده عم احمد كسب ما شاء الله 500 جنيه. ربنا يبارك لك يا عم احمد. طيب تعالى نكمل بقى ما بين واحد تاني اسمه عم حسام. عم حسام ده راجل محترم وجنتل كده، جاب له 3 تلواز، الزوج ب 1200 جنيه، يبقى اجمالي التكلفه 3600 جنيه زي برضو مين؟ زي عم احمد، ونفس الظروف ونفس كل حاجه، هما بياكلوا نفس الاكل نفس النوعيات،
ولكن هو اختار حاجة أعلى شوية ومقبولة في السوق ولها شعبية. الزوج تقريبا برضو نفس الكلام، هيكلفه برضو 20 جنيه، وهو بينتج مرة كل 3 شهور، يعني الزوج الواحد هيكلفه تقريبا حوالي 60 جنيه. طبعا ال20 جنيه دول زي ما قلنا ما بين حبوب، فواكه، غلة، قمح وخلافه. طيب ال20 جنيه دي في ال3 شهور في ال3 أزواج كلفوني 180 جنيه. إجمالي التكلفة بتاعتي قول خلينا نبرح شوية مش زي الراجل التاني البخيل، هنخلينا 200 جنيه. جميل. زوج واحد بس اشتغل من ال3 أزواج، مش زوج ونص بقى، هو زوج واحد بس اللي اشتغل، ما ينفعش زوج ونص. جاب له 4 زغاليل، الزغلول الواحد اتباع ب 600 جنيه، يبقى 600 في 4 ب 2400 جنيه مبيعات. المكسب بتاعه كده 2200 جنيه. نعمل مقارنة بقى بين الاتنين عشان نقدر نستوعب الكلام ده ماشي ازاي وده ايه، لان طبعا الارقام كتير وتدوخ. عم احمد رأس المال بتاعه 3600، عم حسام 3600 جنيه. عم احمد جاب 30 زوج، التاني جاب 3. عم احمد اتكلف 1500، التاني اتكلف 200 جنيه. عم احمد في النهاية بعد ما ربنا كرمه كسب 500 جنيه، عم حسام في النهاية كسب 2200 جنيه، يعني تقريبا اكتر من 4 اضعاف الربح. الخلاصة من الكلام ده كله من دراسة الجدوى اللي عملناها ديت والكلام الكتير اللي اتكلمناه، ان الموضوع او العبرة عندي مش بالكتر الطيور، الموضوع بان انت تربي طيور مطلوبة ويكون لها سوق وشعبية، تربي بالكيف وليس بالكم، حاجة تكون ممتازة مستوى عالي ده اللي يفيدك، غير كده ما تدورش على انك تربي حاجة تانية. لازم تحط بقى في بالك حاجة أخيرة، ان لازم باستمرار تطور وترقي من طيورك، ويكون عندك كل فترة كده تعمل تصفية وتشوف انت وصلت لايه الموسم اللي فات وعاوز توصل لايه الموسم اللي جاي. بكده اضمن لك انك يكون المشروع بتاعك يكون مربح. لو في اي سؤال اتمنى تعمل لي كومنت، لو الموضوع عجبك ولقيت ان هو مفيد ما تخافش علينا انك تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد. تحياتي ليك في رعاية الله.